السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ان شاء الله كتشاهدوا معايا هذا الفيديو جديد اليوم ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم شهيوات عليا الهواريه. اليوم ان شاء الله الاخوات غادي نحضر معكم سندويتشات اللي كيجوا في البانيني، اللي كيجيو بحشوة لذيذة البنات، وبواحد العجين اللي كتجي جد 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 رائعة. هنايا كتعمريهم مرة واحدة وكطيبيهم مباشرة بدون فرن، وكيجيو رائعين البنات وبدون مجهود، وكيجيو أكثر أكثر من رائعين ولداد. واللي ذاقهم عندكم ضروري غيطلبكم الوصفة. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم تنتوما. واحد العجين اللي كتجي البنات رائعه وغتولي معتمده عندكم. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم وتجربوه، وكنتمنى ديروا لايك للفيديو، ضروري لايك للفيديو البنات باش يطلع في القناه. وشوفوا ما شاء الله، شوفوا البنات كيفاش كيجوا طايبين البنات من الداخل ومن برا، كيعطي واحد اللون اللي جد رائع البنات، وكيجوا مفشفشين صدقوني. إذا جربتهم إن شاء الله غيولوا معتمدين عندكم وما غاديش تشبعوا منهم، كيعجبوا الكبار والصغار. كنتمنى يعجبوكم تنتم إن شاء الله. هنا صافي غادي ندير نسبق الحشوة هي الأولى، نخليها تبرد. عندي هنايا البصلة اللي شلطتها بهذه الطريقة هكا قطع صغيرين، وفلحتو هنايا بالألوان تيلقطها تا قطع صغار، وزدت لها هنايا شوية ديال الزيت البلدية. تقدروا ديروا البنات الزيت البلدية والزيت المائي إذا مخلطين، تقدروا ديروا غير واحدة، المهم زيت البلدية كتجي جد رائعة في الحشوة. صافي، وهنا غادي نزيد شوية ديال التومة، وغادي نخليها نشحر هاد البصلة مع الفلفلة حتى تهبط ليا. هادي غادي نزيد المكونات الآخرين. هنا حاولوا النار البنات دائما كما كنقول لكم تكون مرتفعة باش كلشي يتشحر وما يطلقش لنا الماء. هنا صافي البنات، من بعد ما هبطت لينا غادي نزيد هنايا واحد تقريبا واحد جوج خيزوات صغار وواحد الكورجيطه صغيره. هنا على حساب الحشوه، نتوما الكميه على حساب شحال عدد الاشخاص، تقدروا ديروا اكثر تقدروا ديروا اقل. صافي، وانا غندير الكفته. هنا تقدروا ديروا الكفته البنات، تقدروا ديروا لاداند، المهم اللي متوفر عندكم في البيت. لكن هذه الحشوه كتجي لذيذه بزاف البنات صدقوني، الا درتوها بهذه الطريقه ودرتوها في البانيني مع هذا العجين اللي غندير معاكم صدقوني غتعجبكم بزاف. هنا غادي نزيد واحد الضامه ديال الزعفران شعره، وغنزيد هنايا شويه ديال الملح البنات حسب الذوق، وغادي ندير هنايا شويه ديال الابزار. فقط هنا غندير شويه ديال الابزار، وندير هنايا القرفه البنات. هنا معلقه صغيره ممسوحه ديال القرفه اللي ما كتخطانيش في الطبخ ديالي. وهنايا عندي سكنجبير حتى هو معلقه صغيره ممسوحه. هنا ستكون الاخوات هاد الحشوه الا جربتوها غتولي معتمده عندكم. صافي، هنا غنزيد واحد الذره صغيره ديال المعلقه الصغيره ديال الابزار، ما نكثروش. صافي البنات، وهنا غنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الكمونه حتى هي تكون ممسوح ما تكونش عامره ثاني بزاف. وغادي نزيد هنا شويه ديال التحميره البنات، ما تصورتش ليا، وتما درت شويه الحرقوم، حرقوم عادي ديال العود. صافي، وغادي نحرك هاد المكونات مزيان تيتشحروا لنا مزيان. وراز ضفت ليها حتى الهريسه، انا الاخوات راني درت شويه ديال الهريسه اللي كيحب الحار، درتها هو شويه لكن ما تصورش هي ولا التحميره ما تسجلوش، ما عرفتش علاش ما تسجلوش. صافي، وغادي نشحر هاد الحشوه مزيان حتى تطيب. هنا من بعد ما طابت لينا البنات غادي نزيد لها هنايا شويه ديال الفرماج احمر اللي حكيته. صافي، وغادي نخلط الخليط مزيان ونطفي النار، نخليها الحشوه نخليها تبرد، ونمشي ان شاء الله للعجين ديالنا نوجدوها. صافي، وانا نخلوها تبرد على خاطرها ونمشي للعجين ديالتنا. هنا البنات العجين على حسب الكميه، يعني هذه الكميه درتها انا تقريبا راه عطاتني 16
قطعه ديال الباكيت يعني ميني باكيت. هنا عندي 3 كيسان ديال الدقيق الخاص بالحلويات، الدقيق الابيض اللي درت فيه هنايا معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، ودرت فيه هنايا شويه ديال الملح، ومعلقه كبيره ديال السنيده، وجوج معالق كبار ديال الحليب بودره. هنا الحليب بودره البنات تقدروا تبدلوه بكاس ديال الحليب السائل. صافي هادشي اللي غادي نحتاجو في العجين ديالنا، وجوج معالق ديال الزيت البلديه. هنا الزيت البلدي البنات تقدروا ديروا زيت البلديه، تقدروا ديروا زيت المائده، يعني نفس النتيجه. هنا غنديروا واحد الخميره خاصه بالحلويات، صافي. وغادي نديرو هنا الماء ديال العجين، يعني ماء دافئ، يكون غير دافئ، يعني ما ديروش السخون بزاف، يعني ها القياس يكون دافئ. صافي غادي نخلطو هاد الخليط مزيان حتى ينسجمو لينا. هنا غنديرو تقريبا بحال البغرير، يعني غادي نطلقو بهذا الشكل. صافي نخلطو مزيان، تتأكد بأن كلشي تخلطو لي العناصر كاملين. هنا غنزيد واحد جوج معالق اللي قلت لكم تاع الزيت البلديه، وغادي نخلط مزيان، وغادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا حتى تفاعل لنا الخميره. هلي من بعد غنزيد ليه الدقيق المتبقي. صافي هنا من بعد ما تفاعلت لينا، هنا البنات عندي نص كاس ديال الدقيق الفينو، نص كاس ديال الدقيق الفينو. بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ما ديروه، تقدروا تكتفوا غير بالفرص. انا درت نص كاس ديال الدقيق الفينو، ومن بعد كملت بالدقيق الفرص. صافي غادي نخلط العجين ديالي حتى تجمع ليا، راه غادي تكون كتلتصق. الا بغيتوا العجين تنجح معكم غتبعوا الطريقه، ضروري العجين تبقى كتلتصق لكم باش يجينا الخبز ديالها او العجين ديالها تجينا مفشفشه بحال ديال الشفنج. غادي نبقى نزيد الدقيق غير بشويه بشويه حتى تجمع لي العجين، ونبقى نمسوها باليد اللي ما فيهاش العجين باش نتاكدوا بانها صافي القوام ديالها هو هذا. صافي ومن بعد غنضيف لها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي تكون عندي بدرجه المطبخ، وغادي ندخلها فيها مزيان البنات حتى تنسجم ليا مع العجين. صافي العجين ضروري يكون بحال هكا كيلتصق الاخوات، شفتوا. وغادي نغطيه ونخليه يخمر، نعطيه الخاطر يخمر على خاطرو. هنايا فاش كاين السر الاخوات وكيجينا واحد العجين اللي ما شاء الله ناجح. صافي هنا من بعد ما خمرت لي العجين خليتها ارتاحت، صافي غادي نخويها ونحطها في مكان ديال سميتو، وغادي ندير يديا فيها واحد شويه الدقيق، غير غادي نمس يدي الدقيق، يعني ما غاديش نكب الدقيق غير بحال هذا الشكل كما كتشوفوا في الصوره. صافي وغادي باش ما نبقاش تلصق لي العجين، شفتوا كيفاش كتجي كتبقى كتلصق، لكن ما تخافوش منها. صافي وغادي نبقى تما بنزل العجين، غادي نمس يدي بالدقيق. صافي ونبقى نقطع. صدقونا الاخوات عجين لي ناجح جدا جدا، كنتمنى يعجبكم وتجربوا. صافي بهذه الطريقه الاخوات كنديرهم خبيزات صغار، يعني كويرات يكونوا صغار على حسب قداش بغيتوهم نتومايا بحال هذا الشكل. كنبقى تنكمل هذه الكويرات وغنبدا نعمر من بعد ما بردت لي ان شاء الله الحشوه، يعني غادي نعمر ونطيب في نفس الوقت، كيجيو جد رائعين وعمليين، يعني غيولوا معتمدين عندكم. صافي هنا من بعد ما كملت الكويرات ديالي غادي نشد شويه الزيت، ندير غير شويه زيت قليله على سطح العمل باش ما تبقى تلصق ليا. صافي وغادي نديرها بهذا الشكل هكايا ونعمرها، وغادي نديرها بهذا الشكل كما كتشوفوا كما توضح لكم في الصوره، ونقرصها بهذا الشكل. الا كانت كتفتح شويه شدوا مسوا شويه الدقيق بيديكم وعاودوا قرصوهم، كيبقاو يتحلوا البنات حيت دهنا بداك شويه الزيت سطح العمل، داكشي علاش كيتحلوا، لكن الا طيبناهم ما غاديش يتحلوش. غادي نحطوهم على البريسه وما غاديش يتحل، ما غاديش يتحلش لينا. صافي بنبقى بحال هذا الشكل حتى نعمر، حتى نكمل هذه الكميه ونبدا نعمر.
كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ودعموا القناة، شكرا لكم. صافي غنبقى نعمر بهذا الشكل حتى نكملهم. صدقوني عجين اللي كيجي جد ناجح، وخد بقاو تعمروا به دائما المملحات تاعكم. هنا العجين الاخوات تقدروا تعمروا به الحلو، لان عجين جد رائعه وناجحه، ما تخوفوش منها، تبعوا الطريقه وغتنجح معكم. صافي هنايا البنات غنبقى مستمره حتى نكمل. هنايا تمسيتي بالدقيق وكنعاود نسد، من بعد لا كنردهم التبول غنحاول نعاود ثاني نسد ولا تحلو، لانني مسيتهم بالزيت داكشي علاش كيتحلو. صافي ديروا لايك للفيديو الاخوات الى وصلتوا هنايا باش يطلع الفيديو. شكرا لكم، واللي ما مشتركش تاعك القناه وفعلوا جيل داك الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. هنا صافي البانين ديالنا او البريسا غادي ندهنها بشويه الزيت بهذا الشكل كما موضح في الصوره، اللي غادي نحط فيهم ميني باكيت ديالي بهذا الشكل، ونحاول نعاود نسدو هذوك البلايصات اللي شفنا مفتوحين بهذا الشكل كما متوضح. صافي وهنا دغيا كيطيبوا الاخوات. هنا البريسا راني مسخناها من قبل. صافي وغادي نبقى بهذا الشكل حكا تنكملهم. صدقوني البنات راه كيجيو طايبين من الداخل ومن برا، وكيعطونا واحد اللون اللي جد رائع، وواحد المذاق اللي زوين بزاف بزاف. انا عجبو ليا الوليدات تاعي بزاف، عجبهم بغاوني ديما نبقى نديرو، جاهم زوين بزاف. وكنتمنى انتم تجربوه ويعجبو وليداتكم. صافي هنا من بعد ما طابوا ليا شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو، كيجيو مهوين البنات من الداخل. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساونيش بالبارطاج الفيديو والاشتراك في القناة الى ما مشتركين، ومرحبا بالناس الجدد والناس اللي قدام. وان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله الى حين الله بوصفة اخرى جديدة باذن الله. كنتمنى تدعموا القناة، انا ما فهمتش علاش القناة كتستحق شي، لكن للاسف كيبان ليا ما عرفتش واش ما عجبتكمش ولا ما عرفتش. كنتمنى انكم تشجعوها وطلع، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجوا. كنعطيكم وصفات اللي ناجحين ومجربين، يعني تقدر ديرهم بعينك مغمضين. وهنايا هو الشكل النهائي ديالنا ديال ميني باغيت اللي معمر في البانيني، اللي كيجي جد رائع وطايب وبواحد الحشوه اللي لذيذه البنات ما تشبعوش منها، كيجيو ما شاء الله مفشفشين. شوفوا ما شاء الله.